هذا سائل يسأل يقول زوج ابنتي سفيه ولا يحسن التصرف بالمال، فهو ينفق راتبه على الأشياء التافهة الخاصة به ولا ينفق على زوجته وأبنائه، فتضطر هي أن تنفق من مالها الخاص على أبنائها حتى عليه هو أحيانا، فهل يجوز لي أن أعطي ابنتي من الزكاة للإنفاق على أبنائها لأن زوجها لا ينفق عليهم ليس فقرا ولكن سفها؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم. حساب السفيه، أقول حيساعد السفيه من الزكاة، ما يجوز، لا يجوز أن يعطي ابنته من الزكاة، من زكاة ماله حتى وإن كانت متزوجة، وإنما يصلح من شأنها للأسرة به، لكن من الزكاة لا، من الزكاة له يجوز، يعني يجوز أن يعني يعطي زكاته لزوج ابنته فقير، أما لابنته لا، وهذا زوج يكون من سفيه ما يعطي، أما البنت لا ما يعطي، تعطى من زكاته.